مازلنا مع بعضنا، معنا مدام حميده جبت لنا المطبقه، فريمون يعطيك الصحه، بنينه بطريقه غير عاديه وحاره بالطريقه اللي انا نحب، انك برشا حار وزيد معاها الفلفل هذاك، ولا مدام حميده المطبقه نحبها هوايتك، نبدا قلقه عشان طويله وما عندي مانع. مرحبا بيك. انا كي نقلق نقوم نطيب نعمل المطبقه. الطبقه نتاعك انت ابن ملي نطيبها انا صراحه، يعطيك الصحه خاطر فيها ريحه لفاح، ظهر لفاح مستعمل معمول في الدار، معناها فيه ديري ريحته بنينه تهبل، معناها كي تبدا تاكل وكي تبدا فنان في الماكله تنجم تفهم مطعم اللفاح بالضبط، اللي هو فيها برشا تابل وكرويه، فيها برشا ثوم صح ولا لا؟ هي شنو دواها؟ بصل وثوم وكروية تبدأ جديدة. كروية تنجم حتى بالوقت ترحيها باش تعطي نكهة بنينة ياسر. بنينة ياسر. الكروية كي تقعد تبرد كيما الفلفل الأكحل كي يقعد يجبر. والكركم اللي نحنا في البلاد نسميوها زعيفرة، معناها التوانسة يسميوها كركم، معناها بالوقت في توزر يطيبوا زعيفرة، معناها يتربجوا عليها الزعيفرة، ياخذوها عروق هكايا بالوقت بالمهراس تتهرس باش تجي النكهه نتاع الماكله بنينه 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 ياسر. وكذلك الكرويه، الدواء للمطبقه الثوم والبصل والكرويه. ما تحطوش فيها لا شحمه لا ليا لا حتى شحمه. فما عباد تحط اللي يحب يحط. انا نحط الحقيقه. صح. تبدا تاكل وزيت يقطر عندك ما تاكل. واللي ما يحبش ما يحطش، خاطر ولاد توا وجيل توا ما عادش ياكل لا قديد لا شحم لا حتى شيء. اوكا نعملوا لهم اكله خفيفه هكا شوي، توا ولاو يطوروا فيها في تونس، يحطوا الفرماج ويحطوا السلامي فوالا. اما هي اصل المطبقه ثوم بزيد بصل تقليه في الزيت شويه ملح يذبل وتهبطوا. احلامي اجى عري شو اسمه هذيك البركوك زاد بنين يهبل احمر. تو نكملوا المطبقه ونحكي لك على نحكيو على البركوك. حبيت نشهيها تغزر لك هيك. لا تو بعد تذوق عادي. لا ما تذوقش. لا ما فهم اذا بك ماني مذوقه حتى حد. صحة بالشفاء. يا عيش. قلت لك نذوبوا البصل. أي. في شويه ملح وشويه زيت زيتونه. وحتى لين يذبل البصل تحب تقصه بيديك، تحب كما قلت بالمكسير. لا لا من غير مكسير. اي لا 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 نحبك تحكي عليها كيف ما هي. لا لا بيدينا. ويش نقول لك حاجه اخرى، نحن في توزر عندنا البصل الشعر. البصل الاخضر هذاك نتاعنا دوب ما يطلع جويد هكا تبدا الكعبه البصل الجويده يتباع قطت قطت يتقص بكله ما يتنحى منه حتى شيء. الاخضر هذاك وكل شيء يتباع يذوب ديجا يولي ماء. اي ماء يتباع بكله، معناها ما تنحي منه شويه بركه من اللوطه وتقصه. وحتى انا ديجا جبته معايا معناها مخبيه منه شويه. وتذبلوا هذاك في ساعه يذبل مع كيتا زيت زيتونه وشويه ملح تهبطوا. من بعد تحط تهرس بالكدا الثوم والكرويه تابل كما قلت لك شويه زعيفره وتفوحها في البارد. معناها في البارد من غير طماطم معجونه. تحب مع طماطم فريت ترحيها وحدك، تحب طماطم كونسونتري تحكك فريخي معناها تاخذ كعب ترحيها وتخليها وترجعها شويه دوب ما يذبل الثوم، خاطر الثوم كي يبدا ني يعطيك القوه يولي قوي برشا. وتخليها تبرد مليح باش كي تحطها في العجينه ما تتحلش. الصوص يلزمها بارده تحطها في العجينه. وتفما نحن في توزر انت ولا اش تحب، تحبها مدوره صغيره، تحبها مدوره، عندهم واحدين طاجين كبير هكا يطيبوا بي، وفما اللي اصغر، وهنا تحب هكا يفما النص هذا تتسمى النص. وانت ولا ايش نقول لك انا كيف تو كي ذقتها قبيلك ساعه ما شاء الله عليك عايشه بالحق برافو عليك. ما فيهاش فلفل؟ لا ما يحطوش فيها الفلفل. ما تحطوش فيها الفلفل؟ لا فلفل اخضر معناها تقصد؟ نحكي لك على روحي كيفاش نبلبزها انا. لا ما عادش بلبزها مدام. نحط فيها الفلفل، اصلا فلفل جوي حار على الاخر. شكشوكه معناها انت تعمل. يعطيك الصحه وفيها فيها رده شكشوكه. اي اشرب ما عادش تعملها برده، عود اعملها باللية الا باللية. اللية تعطيك نكهه خير من رده. نطيبها هكاك فيها في روحها برشا ثوم برشا تابل وكرويه ونخليها تطيب بالقدا حتى
تمشي توني صوص كيما كيكا وخليها تبرد بالطبيعه ونحطها. انا الحاجه الزايده اللي ما لقيتهاش اليوم في المطبقه نتاعك الفلفل، مستنسى الفلفل يعرضني هو الاول. لا ما نحطوش الفلفل، ما نعرفش نحط ريت الفلفل ينحي مطعم نتاع البصل. انت كي تاكل الفلفل احنا ينحي لك مطعم البصل، ماذا بيك ديما تذوق البصل والثوم ما نحطوش فيها بالكل بصل. اش نقول لك حاجه، انا مولوده في الحومه العربي كانت عندنا جارتنا جريديه، معني عندي فكره على جريديه وفيها عرق جريدي شوي. مرحبا مرحبا يعيشك. عندكم زاده كسكسي كليته وانا صغيره، ما عرفتش بعد نعاود، ما عرفتش نطيبه. ما كان شويه هو فيه برشا بصل، هذيك تسمى صفه، صفه جريديه. كيفاش صفه جريديه؟ كيما هكايا طيب شكشوكه شكشوكه بالبصل والفلفل والطماطم مقصوصه تروف تروف وكذا وثوم وكذا، والصفه هذيك تتكسكس بالوقت خضراء فري، معناها خضراء يكسكسوها بالوقت، مش كيما كسكسينا نحن نشيحوه عوله، معناها لا هما بالوقت يتكسكس من هنا يتفور من هنا يطيبوها خضرة فري على الاخر على الاخر طريقه غير عاديه وحار. والمرقه ذيك اللي طيبتها انت شكشوكه وبزيد بصل وثوم وكذا يتسقى بها الكسكسي هذاك. ومن اشهر الاكلات الجريديه اللي هو المانجو، هذاك ما فماش دار في توزر ما فيهاش المانجو، ما فيهاش يعولوا منه ما فيهاش المانجو، يتكل مع المطبقه يتكل مع البركوكش. سي تري انتريسون بصراحه. انا عندي واحد صاحبي قرا معايا من قفصه يحكي لي على البركوكش يحكي لي على المطبقه، دونك سي لوكازيون جامي باش نكتشف المطبقه والبركوكش. صح صح. شو تحب تطيبها على طريقه مدام حميده والا طيبها على طريقتي انا؟ حتى على طريقتي انا بنينه بنينه بنينه. جرب انت هكا وهكا ونجم نعملوا طريقتنا نحن زاد نجم نعملوا تعمل على طريقتك توش نعطيوها بصمه بصمه نزيدوها حاجه. اما ديما البصمه القديمه تقعد هي انا بالنسبه لي انا الباز البصمه القديمه القديمه بالعكس هي اللي مش تعطي نكهتها الاوريجينال، ومن بعد نجموا نزيدوا حاجه بصمه تنجم تقول ما بين قوسين مودرن وتكون بنينه. اي هاني قلت لك انا توا الجيل اللي طالع ما ياكلش ليا وما ياكلش الشحم وما ياكلش خاطر ولاو حاجات قويين شويه بارابور للجينيراسيون الجدد. ولاو يدخلوا اكل شويه فروماج شويه جامبون شويه زيتون مقصوص يحطوا فيها كيما نقولوا نحن الشاباتي تولي ساندويتش. نو نو بنتها ثوم وبصل وهريسه عربي هريسه عربي، والحاجات هذوما ما يتاكلوا كان حارين حارين، ما همش حارين ما فما حتى مطعم وما فما حتى بنا فيه. فوالا برافو جريده يا جريده، وانا علاقتي جريده يا علاقه ياسر مزيان ابن عن جد شرفوا يا لالا نورتني والله. عيشك باش تحكي لنا للبركوكش، نحبك تعطي رايك باش انا بعد زاد نعطي رايي وبعد نذوق. انا ذقته لما حالة بعد انت ذوق وزيد اعطي رايك. ايش قولك فيه مدام؟ انا قلت لك برافو عليك بالحق برافو. انا راني ما ناكلش الحكايه هذه الصباح ما تلمهم حاجه بنينه وريحه بنينه الريحه بنينه اكليت والله ما ناكلش الصباح. صح 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 صحة عيش اختي. احكي لي على البركوكش توا. البركوكش هذايا في بلادنا يتكسكس زاده هو في الديار الجريديه، تلقى المراه الجريديه تكسكس وفيه عديد الاحجام، فما الجويد فما المتوسط وفما اللي خشين كيما كعبه الحمص في حجم كعبه الحمص فما حتى اللي اخشن اخشن هذا المتوسط معناها هذا المتوسط. البركوكش يطيب بسبع الحومات يطيب بالحمل علوش بالحمل البقري بالارنب بالقرنيت بالحمام حاسيلو يطيب هاني قلت لك بسبعه الحومات يطيب بركة. الكرشه لوزف لوزف اللي هو من معناها من تراث الجريدي لوزف يشيح ويتفص يتنحى منه السلسول نتاعه باش يبقى نظيف، تحطه في دبوزه بالارض تحطه في الفريجيدير يقعد امبيكابل ما يصير له حتى شيء. وتبيه برشا حاجات يتبيه جيري توسكي جيري يتبيه مقرونه جيري محمصه محمصه ديري يتبيه مع شويه فول فصاص مع رشته بالخضره وبالوزف بنين بنين مش
يتقلل تتقلل الحومات هذيك كل مع سنه ثوم شويه بصل شويه هذي ساعر بي طماطم يتقليو بالكدا وبالكدا يقعدوا يتيموا اللحم اللحم نتاعك يتيب مليح مليح الكل تهبطوا مع بعضه معناها يتيبوا هذوكم الحومات نتاعك انت ولا مثلا توا والدجاج حتى بالدجاج يتحط فيه يعني قدك سبع الحومات مثلا الكرشه ما مش كيما الدجاج نجم الدجاج ترميه خاطر البركوكش هذايا بعد ما يكسكسوه مدام ليلي يفوروه يفوروه خاطر هو كاسح يفوروا بعد ما يتفور تفور تفور مليح باش ترميه قبل ما ترميه مع الدبابش ومع اللحومات يتفور خاطر كاسح شويه هو تطيبه ثانيه باش كي يتحط يتيب في ساعتين فوالا في ساعتين بعد ما نكملوا حسيلوا الدبابش نتاعنا طيب والحومات نتاعنا طيب والفاحنا ويتقلب الكدا وكذا هاني قلت لك انت خاطر كل لحم مثلا الدجاج ما يتيبش كيما الكرشه ما يتيبش كيما لحم العلوش كل واحد عنده وقت التطيب نتاعو فوالا انت وعينك ميزانك واضح بعد ما يكملوا يتيبوا هذوما ماذا بيك البركوكش زاده ترميه وقت اللي تبدا الحومات تتقرص خاطر كاسح شويه هو موخشين كاسح شويه ترميه الكل وتخليه يتيب على نار هاديه وما يجيش راهو جاري البركوش البركوكش ما يجيش جاري يجي فوالا يجي خاثر خاثر فهمت وفما استيوس اخرى للبركوكش ما يتاكلش سخون بنته بارد بنته بارد تو تزيد تذوقه كي يزيد يبرد بنته بارد البركوكش وتزيد قبل ما تهبط شويه تزيدوا شويه ثوم هكايا باش يعطي نكهه بنينه و... عندنا سؤال مدام حميده انا كوثر بوشيبه قالت لك ما نجمش نعمل المطبقه من غير بصل حبيت نعرف يا كوثر علاش ما تحبش البصل البصل مفيد في برشا منافع فيه برشا حاجات باهيه برشا 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 صحيه معناها للبصل حتى اللي شعرها طايح اذا كانت تعمل ماسك نتاع بصل ما تتنحك الشوت دو شوفو والشعر يجد بالطبيعه والدواء كل شيء سخنه نتاع السخنه نتاع الشمس مش السخانه نتاع الواحد وقت اللي ما تلقاش حتى حل تهرس بصله وتحط وتحطها زميده تجبد السخانه معناها مفيد يا كوثر سامحني مدام ليلي انت كي تبدا تنظف البصل والدموع تهبط من عينيك تنظيف العينين هذاك تنظيف العينين هذاك دواء دواء قالت لك ما نجمش نعمل امبوسيبل قول لها هو الباز الباز نتاع المطبقه بصل شنو باش تحط في بلاصه البصل والبصل يسيب الماء معناه يخلي بقيت لفيه يتسيب من غير ما تصب انت ماء ليه هو مدام ليلي الشكشوكه كي تطيبها ما تزيدها حتى نكته ماء هو يقر الماء نتاعو هو البصل يقر الماء نتاعو الماء نتاع الخضره فوالا كيما الخضره يقر الماء نتاعو انت ديجا كي تبدا تقلي فيه تخليه حتى لين يشيح من الماء نتاعو نصيحتي ليك يا كوثر بوشيبه اذا كان انت ما تحبش البصل تنجم تخليه يتقلى 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 حتى 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 يذوب على الاخر وبعد كي باش تحط له الفحم نتاعو باش يعاود يغلي هنايا باش ينتهي ويضمحل البصل باش انت تاكل تعملوا ترابي ربي ربي بالحكاكه نتاع الجبن باش كي نجي نحمر الدجاج مثلا باش نعمل مصلي بالدجاج نعملوا ربي البصل ونحطوا في زيت سخون ونرمي عليه الدجاج ونفوحه بالتبل والكرويه ونخليه حتى يولي لونه دوغي يذوب البصل يتقلى الدجاج تتنحك الصفوريه الساعه نتاع الدجاج وتيب الدجاجه لحمتها بنينه على الاخر والبصل يمشي على روحه سورتو كي يبدا رابي ولهذا يا كوثر تنجم تعملوا رابي وطيب والسبت الجاي تكلمني وتقول لي كيفاش عملت المطبقه نتاعك كونش عندك اختيار انا حنان وصلتي تقول الفلفل نخليه يتحمر ولا لا فلفل نتاع شنو مدى يتحمر ولا يتحمر يا فلفل نتاع شنو مدى الفلفل نتاع يتخمر نتاع سي تعملوا كيما الفلفل المسير نتاعنا احنا نسميوها مسير هنا تحط الفلفل تنقبه وتعملوا القارص والملح وكان انت احنا في توز نملحوا في الدبابز نتاع الماء يقعد على طول العام في دبوزه ماء يقعد على طول العام ما يصير حتى شيء كان احنا هنا في تونس في دبابز بالنار تجي الفم الدبوزه وتغطيها بساشي باش ما تصوفش من فوق باش ما يصوفش من فوق باش ما يصوفش من فوق تسد ساشي وتسد بها الفم نتاع الوحده باش يقعد ديما وشطر قارصه تحطها من فوق ملح وقارص
وتاكل بالشفاء. هو زاد هكا عندنا نحن موقعها كل البلاد ورطالها تاخذ الفلفل في بيت المونه تلقى الزير الزير زاد يتملح فيه الفلفل المسيق ويتغطى بشوليقه ويتسكر. كنا قبل في الخابيه في الزير هذاك في الزير الزيتون والفلفل ولا شوليقه وتربط بخيط تربط ويبقى باش يقعد يتنفس شويه. نحن لاستوس نتاع الساشي باش ما يعملش اكل الصوفه البيضه من فوق مونديسور من فوق فوالا وتنزل على الدبوزه باش يقعد ديما في الماء ما يطلعش عشيه. الحكمه يطلع النيفو مع البلاستيك باش ما يعملش كل الحكمه في كل الزير اللي هو اصلا مستمر معناها مصنوع للمصبرات فخر قبل كانوا الناس يحطوا فيه اسمن يحطوا فيها كل شيء كل شيء العسل الكسكسي يبدا زير معدي خاطر متي يحمي اي حاجه تحطها فيه تكون محميه وتكون بيت المونه ديما بارده. علاش بيت المونه ديما هكا بارده في بلاصه مش مقابله للشمس مش كذا باش تحمي العوله وتحمي برافو انت مراه مقديه انت مراه بها كان يجي يخطبني فيك مره اخرى شوف نعطيك شوف لا مسيو يسمع وولادي تسمع.